بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. بيان تشكيل لواء حماية الحدود وإدارة المعابر على الحدود السورية اللبنانية. نظرا لخطورة الحدود السورية اللبنانية وبسبب خطورة انفلاتها على الأمن الوطني والإقليمي، فإننا نعلن تشكيل لواء حماية الحدود وإدارة المعابر على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القلمون، وذلك للأسباب التالية: الغرام الأمني، تسلل عناصر من حزب الله من كل عتادهم وسلاحهم إلى الأراضي السورية بهدف دعم النظام، عدم التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النهي عن النفس وعجزها عن ضبط حدودها أمام التدخل السافر من حزب الله، عجز المجتمع الدولي والجامعة العربية عن تحمل المسؤولية عن الخروقات الأمنية التي يقوم بها حزب الله وتنظيمات أخرى، غياب الإدارة المدنية عن المعابر والمنافذ مما يتسبب بتهديد أمن المدنيين. إن تشكيل اللواء هو عمل دفاعي داخل الأراضي السورية لحماية شعبنا ورد العدوان عن أرضنا وحرصا على لبنان الشقيق وشعبه من أن يتورط في الأزمة السورية. اللواء مؤلف من 3 كتائب: قائد الكتيبة الأولى ملازم أول علي حورية، الله أكبر، قائد الكتيبة الثانية ملازم أول جهاد عاتكي، الله أكبر، قائد الكتيبة الثالثة المجاهد حسين برو، الله أكبر، قائد اللواء المقدم يونس كرم الزين، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.